هو كان امبارح في رسائل حلوه قوي بعد المؤتمر الصحفي، يمكن تحديدا كمان سياده الوزير تحدث في كذا نقطه، وكان في رسائل كتيره جدا بيوجهها. هو اتكلم عن انتظار الجماهير المصريه لظهور طبعا المنتخب الوطني امام السنغال باداء فني كمان قوي ومميز، ده اللي احنا عايزينه. هنقعد ناكد عليه برضو يا كريم، الفوز من غير طعم، ومن غير طعم بمعنى ان انت ما بتشوفش اداء كويس مش بيسعدنا قوي، خلي بالك يعني. حتى لما الا في ماتشات استثنائيه زي ده، انا مش عن نفسي مش عايز استصعب، انا عايز بس تقولي لي ان احنا فزنا وتاهلنا بس كده. ماشي يعني، ما لا بس طبعا بتتكلمي صح طبعا. لما ما فزناش بكاس افريقيا برضو احنا ما كناش زعلانين، لان احنا اداء المنتخب في الاخر كان رائع جدا. فعلى كل حال احنا اللي انت بتحكيه ده هو اللي خلى ناس كتير وانا من ضمنهم نغير رأي عن حتى كيروش. رؤيتنا عن كيروش صح، انا متفق معاك جدا. لا كلام محترم، وكمان زي ما كنا بنتكلم استكمالا طبعا لنقطه سياده الوزير، هو تحدث ان يعني كل المصريين، تتكلم ان ممكن يكون كل لاعب بيحمل وراه 10 مليون مصري، فاحنا عايزين نوصل الرساله وعايزين نعمل اكثر حاجه عندنا واكثر جهد ممكن ان هو يبذل على الارض علشان نسعد كل الجماهير المصريه وحتى الجماهير الغير مصريه اللي بتشجع منتخب مصر. خلينا نروح نتابع كده جزء من كلمه سياده وزير الشباب والرياضه ونرجع نكمل مع حضراتكم. انا بشكركم جدا واهتمامكم بمنتخب مصر فريق قومي، ودي رساله بنقولها لكل الجماهير المصريه. كلنا لازم نشجع منتخب مصر ونشجع فريقنا، هم عندهم روح معنويه عاليه جدا وحاسين بمدى المسؤوليه واهميه المسؤوليه. انا اتكلمت معاهم في الحقيقه، كلهم عندهم روح عاليه، احنا بنوفر ليهم كل الوسائل، واتحاد الكوره معاهم يشوف شغلهم، عندنا جهاز فني ومدير فني على اعلى مستوى، عندنا فريق كويس جدا. ما نقعدش نقول اصل والفريق التاني، الفريق التاني احنا في رايي لم نهزم، احنا يمكن 4 مباريات اكسترا تايم، والماتش الاخير ما كانش عندنا 2 باك رايت للاصابات وخلافه، وعندنا الاستوبر الرئيسي وعندنا حارس المرمى الرئيسي مش موجودين، ومع هذا اتعادلنا واكسترا تايم، والبناليتيز دي يعني فيها توفيق. فريقنا قوي ان شاء الله رب العالمين، المهم يأدوا بشكل كبير جدا، القدر ده بتاع ربنا، واحنا ورا المنتخب القومي، وان شاء الله نتفائل دايما بالخير هنا، وربنا يكرم ان شاء الله في السنغال. طيب ده كان جانب من كلمة او تصريحات السيد وزير الشباب والرياضة.